حبيباتي وجدت لا موتزاريلا دو بوفالو بوفالا بوفالو انا معك بوفالو قطعت مطيشه ناري هبطت الزيت المهم قطعت مطيشه صفرته والموتزاريلا ها هي الكفته مشرمله غنديرها للعشاء انا وولدي عندي لي هومبرغر وانا ناكلها انا كل حقي بلا خبز او تندير في سميتو تندير في هذيك لا بوري لي تنطيب ليه في البطاطيس ندير عليهم واحد نقيته شويه كيك تاع الملحه ماشي بزاف شويه تاع الملحه هانتوما شويه كيك تاع الملحه صافي وهن سميتو هن نبجغهم بسميتها بالفرشيطه البنات حباباتي هاي الموتزاريلا كما وريتكم وها هي لا بيوري البطاطا باش ندير لا بيوري اليوم والكفته نديرها همبرغر لولدي وانا حقي كما قلت لكم هناكلو بحال هكذا الله يجعل البركه غنجلس نسرح مع راساتي غنجلس نصنط عظامي دابا شويه مع راساتي قبل ما نعطي اليوم العشاء غنقص البوطه صافي البنات عشيت ليام هذاك الشيء اللي بقى تاع لا بيوري ها هو عندي اللي سميتو السلوفان وندخلو الثلاجه ها هي مقيلتي ها هي مقيلتي تتبقبق مقيلتي تتبقبق تتعجبني انا ندير فيها البصله ومطيشه دايره فيها مطيشه سوريز نوريك دايره فيها مطيشه سوريز ها هي هاني جايه ماما ها هي مطيشه سوريز هاني ماما جايه فوالا نخليها طيب شويه على خاطرها فيها الدغميره كما تنقولوا هاني جايه او سميتو ندير الريان وغنهز شي شويه وغناكل المهم غناكل انا وريان الحباب بالنسبه لهاد الوجبه راه ضروري غناكل شويه تاع الخبز المهم الخبز ناكل بكميه قليله اهم حاجه كما تنقول لكم تنوع في الوجبات البروتين ضروري يا حباباتي بكميه قليله ماشي بالضروره تكون كميه كثيره وانا من الناس العزيز عليا هاد النوع تاع المقيلات النوع تاع المقيله فيها الخضره وفيها الكفته ولا فيها داك الشيء اللي فيها واخا يكون فيها تجوج بيضه ثلاثه البيضات خير وبركه الله يدومها نعمه بالراحه والصحه واهم حاجه في انقاذ الوزن هو العزيمه والأغذية المتوازنة والمتنوعة وبصحتنا وبصحتكم والحمد لله والشكر لله اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى الله يخلي لكم وليداتكم الله يخلينا وليداتنا ومرحبا بكم عندي في انستغرام واللي باغي شي حاجة مرحبا.